فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى صحيح البخاري باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذا الكلام على كتاب التوحيد والرد على الجهمية. لو صليت أمامنا صلاة كاملة وليكن مثلا صلاة المغرب في سأفعل إن شاء الله. قلت لعله غدا بس غدا في محاضرة الجامعة ممكن تشغلنا إن شاء الله. لو لم يكن غدا يكون بعد غد إن شاء الله. قال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذا في رد على الجهمية، لأن الكلام مضاف إلى الله جل في علاه، والذي يضاف إلى الله نوعان، إضافة معنى وإضافة أعيان مستقلة كما فصلنا قبل ذلك. الحديث رواه المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال إن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى، تبارك هذه خاصة بالله جل في علاه، تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا حديث عظيم جدا، وهذا حديث أيضا فيه رد على الجهمية، لأن فيه إثبات صفات الله جل في علاه، لا سيما الصفات الاختيارية وهي الصفات الفعلية. والقاعدة عند العلماء في إثبات الصفات الفعلية بأنها تثبت لها من الوجه الذي أثبتها الله له، لأنه هذه الصفات الفعلية أقصد أن تقول بأنه لا يمكن أن يقال ضحك ربك لاثنين أن يكون هذا الضحك مستديم، لا، عند سببه. وهنا أيضا عندما نقول يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا ليس معناه أنه في كل الأوقات نزل، ما نزل إلا في الوقت الذي اختاره هو سبحانه وجل في علاه. يتنزل ربنا وتعالى كل آية إلى السماء الدنيا، قال حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ما يدعوني. عامة هذا فيه رد على الجهمية كما قلنا لإثبات الصفات الاختيارية. في قول يتنزل ربنا فيها صفة النزول، وصفة النزول صفة ثابتة لله جل في علاه، كما أن صفة المجيء ثابتة لله جل في علاه. فصفة النزول ثابتة بالسنة وإجماع أهل السنة بأن الله ينزل، ونزول الله نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. ما أحد يقول لي طب كيف أنزل والسماء تقل أو تظل، نقول كيفت لا تكيف. الآن التكييف هذا لا يصح، ولا بد أن تعقل وتفهم أن صفات الله جل في علاه تليق بجلاله وكماله، ولا يمكن أن يصل لها فكرة ولا تستطيع. يعني قال علماؤنا من يستطيع أن يصف جناحا واحدا لجبريل وسد به الأفق؟ ما تستطيع. وهذا خلق من خلق الله جل في علاه، فكيف بصفات الله جل في علاه أنها لا تستطيع أن تصل إليها؟ لا يعلم كنه فضله إلا هو سبحانه جل في علاه. فهنا يقول ينزل أو يتنزل ربنا، كما قلنا صفة النزول تليق بجلاله وكماله، وهي صفة من الصفات الاختيارية الأفعال، يعني صفات الأفعال يتصف الله بها حينا ولا يتصف بها حينا. لا يقال بأنه ينزل ليل نهار، لا، ما ينزل إلا ثلث الليل الآخر، وقد ورد كما سأبين اختلاف في الروايات ينزل ثلث الليل الآخر. يبقى نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته، نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. وإذا نزل فإن السماء لا تقل، لا سماء تقل ولا سماء تظل، هو أحاط بكل شيء، والكون كله في يدي كحبة خردل في يد أحدكم. والنزول هنا يقول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، والحق أنه أيضا حين يبقى ثلث الليل الأول، ورد هذا ورد هذا. لأن نقول يبقى ينزل ربنا جل في علاه في ثلث الليل الأول ويبقى إلى ثلث الليل الآخر، إلا أنه
تكلم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى ثلث الليل الآخر، يعني يبقى الله جل وعلا يكون نازلا، والحق أنه يكون نازلا إلى الفجر إلى صلاة الفجر، لأن الله قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان إن قرآن الفجر كان مشهود إن قرآن الفجر كان مشهود. إذن هو نزول حقيقي، نعم نزول حقيقي. وهل نقول نزول يخلو لو نزل يخلو من العرش؟ يعني طبعا هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، والصحيح من اعتقاد أهل السنة والجماعة ينزل ولا يستلزم منه خلو العرش، الله على شيء قدير. ولذلك قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما في أدلة على أنه ينزل يترك العرش، استغفر الله هذا تكييف، بل نحن نقول هو يكون نازلا ويكون على العرش، والله على كل شيء قدير، والكون كله في يدك حبة خردل في يد أحدكم. قال في كل سماء، وهنا قال سورة الليل الآخر وقد وردت سورة الليل الأول كما قلنا، وهو ممتد إلى طلوع الفجر لقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أهل البدع والضلالات قالوا ينزل أمره، ينزل الملك، وهذا كله باطل، لأن الله تعالى ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له، وهل الملك يقول من يدعوني والدعاء عبادة، وهل الملائكة تعبد من دون الله فلا وتقر بذلك؟ فالملائكة لا يستطيعون لذلك سبيلا، ويقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأطيعه، ومن يستغفرني فأغفر له. والصحيح أن نقول بأنه الله جل وعلا هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني، وهل الملك يقول من يستغفرني؟ أعوذ بالله أعوذ بالله فأغفر له، ويقول من يسألني فأعطيه. رواية الطبراني قال من يستشفي يشفي الله، من يستشفي يشفي الله. فهذا نزول حقيقي، وهو نزول يليق بجلال الله وكرمه سبحانه وجل وعلا، والأمة بأسرها يعني احتجت مثل هذا الحديث على هذه الصفة، وأن صفة النزول هي صفة تليق بجلال الله وكماله وعظمته. وفي الحديث حث الهمم على هذا التوقيت العظيم، توقيت النزول، وأن الله تعالى ينزل سبحانه وجل وعلا سماء الدنيا فيقول أنادي عباده هل من سائل فأعطيه، ما من أحد صلى في هذا الوقت وكان صادقا رافعا يده إلا وقد صدقه الله وأعطاه فوق سؤله، توسؤله حمد له وفوق سؤله، هل من سائل فأعطيه، ولأن الله لا يرد سائلا، وإن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، نعم، ويجعل خلفاء الأرض، نعم، توبة المبتدع إذا تاب من البدعة تقبل وإلا لا تقبل. قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، قال ومن يستغفرني فأغفر له. يعني في كل ليلة الإنسان على صحيفة يستطيع أن يجعلها بيضاء نقية في الاستغفار فيغفر الله له، أو في الدعاء فيستجاب له، أو في السؤال فيعطيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي أن لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وهذا فيه كما قلنا شرف هذا التوقيت العظيم، وأن الثلث الليل الآخر هذا من أمتع الأوقات التي يكون إن كان العبد يريد فيها الإسراع إلى الله جل وعلا، وقت ينزل الله فيه فيغفر فيعطي أيضا فيشفي. فعلى الإنسان أن يكون من أعظم الناس عبادة لله بمعرفة هذا الوقت، وأيضا أن يكون ممن يسارع في الخيرات والطيبات والحسنات وإزالة الزلات والخطيئات. فإذا صفة النزول من صفات الاختيارية، الصفات الأفعال كما قلنا هي ثابتة بالسنة وثابتة بالكتاب، لأنه هي في معنى قوله تعالى يعني وجاء ربك الملك صفا صفا. الفوائد المستنبطة، ومن أراد أن يكون مستجاب الدعاء فعليه بثلث الليل الآخر، من أراد بالرزق فعليه بثلث الليل الآخر، من أراد بالمغفرة فعليه بثلث الليل الآخر.
وهذه من فضل الله علينا. وانظر هنا إلى اللطيفة، يقول يتنزل ربنا، ما قال يتنزل الله، لما؟ لأن المقام هنا مقام الشفاء، مقام الإعطاء، مقام المغفرة، إذا مقام الربوبية، لذلك قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى. من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فعليه بسلسل الليل الآخر. السياق من المفسرات، لا أحد يستطيع يقول ينزل الملك كما قالت الأشاعرة. نقول لهم الملك يقول من يستغفرني ويغفر له، من سألني فأعطيه. هل يستطيع الملك أن يتقدم ينادي الله ويقول من يستغفرني ويغفر له؟ هذا على ضلال ما هم فيه. العطاء والمنع من مظاهر الربوبية، لذلك صدر الباب قال يتنزل ربنا. وهذا لكم قد انتهينا أيضا من صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.